شو هالدنيا؟ ليش بركنت السيارة وايد بعيد؟ هناك أكثر من 4 بليون شخص حول العالم يعاني من مرض FWB First World Problem. إنها ظاهرة مميتة تؤدي إلى الإحباط. خلاص أف وايد تعب، ما عندي ثياب. التعب. ماري ماري. الهلاك. I have only one more episode. What am I gonna do with my life after? إذا كنت تعاني من تلك الأعراض فأنت مصاب بهذا المرض القاتل، ولكن لا تستسلموا، فهذا المرض يعالج. راجع أقرب طبيب الإسلام فيتامين FWB الذي يقلل من هرمون الدلع.